أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. حديث اليوم موضوع كتير مهم، وفعلا خلي بالك منه. الموضوع حذار ثم حذار، وهي التحذيرات ماخدها من الرسالة إلى العبرانيين في العهد الجديد، اللي فيها الرسول بحذر من عدة مخاطر كانت الكنيسة تواجه الاضطهاد، وبتواجه تحديات كثيرة وصعوبات. فعم بيكتب للكنيسة انه تثبت، تتشدد، وانه تجاهد في سيرها مع الرب يسوع المسيح. وانا بقرأ في هذه الرسالة وفي هذه التحذيرات، اكتشفت انه الوضع اليوم في الوضع الحالي مش عم بيختلف عن الوضع اللي كان من زمان. فالكنيسة تواجه كل أنواع التحديات، التحديات السياسية، التحديات الدينية، التحديات الأخلاقية، والتحديات الاجتماعية. وكل هذه الضغوطات عم بتضغط على الكنيسة. كثير من الناس ابتدأت تفكر بالتراجع والارتداد، وصار عندها تساؤلات كثير عن وجود الله وعن طبيعة الله وعن عمل الله، وهل فعلا الله بيهتم فيي؟ هل الله بيستجيب الصلوات؟ أنا عاوز أشجع وأنبه بنفس الوقت إنه ما تتلاعب في هذا الموضوع. لما نقرأ في سفر الرؤيا، الرب أو الرسول يوحنا بالوحي، وحي الروح القدس، عم بيكلم الكنايس برسالة طبعا تشجيع، وفي نفس الوقت عم بيكلمهم برسالة تحذير، عم بينذر الكنيسة، وعم بيتكلم انه شو موقف الكنيسة وشو عملت ومدحها. لكن من ناحية تانية عم نشوف في مواقف للكنيسة اللي ابتدأت تتراجع فيها. وهي الكنايس اليوم اللي هي موجودة في آسيا الصغرى، اللي هي اليوم تركيا، أصبحت أكوام من الحجارة تصرخ لكي نتنبه ولكي نحذر ولكي نتعلم من دروس الماضي. الله موجود، الله حي، الله بحبنا، الله بيهتم فينا. خليني أشاركك في الأربع تحذيرات، اللي هي أربع مخاطر يواجهها المؤمن في هذه الأيام. أولا، احذر خطر الإهمال. مكتوب: فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره. هذا الخلاص أحبائي خلاص عظيم، خلاص ثمين، خلاص كامل، خلاص كلف الدم المسيح، دفع فينا أغلى الأثمان، بل افتدانا واشترانا لنفسه حتى نكون شعب الله. فإذا هذا الخلاص هو مكلف جدا. كيف ننجو إن أهملنا خلاصا؟ هذا الخلاص أحبائي بحذر الكنيسة من خطر الانحراف، من خطية التراخي، من خطية الكسل واللامبالاة وعدم الاكتراث، من خطية عدم الاستقامة. تبتدي بالتراجع، بالتراخي، بالكسل، وأيضا أحبائي بيصل الإنسان إلى الانحراف ثم الانزلاق. فعم بكلم كيف ننجو إحنا اللي في هذه الأيام ننجو، يعني إذا فقدنا هذا النوع من الخلاص الثمين العظيم جدا اللي كلفت الرب يسوع المسيح. فإذا احذر خطر الإهمال. التحذير الثاني، احذر خطر عدم الإيمان. مكتوب: اليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم. تعرفوا لما القلب بيتقسى يتحول إلى عدم الإيمان، وعدم الإيمان يتحول إلى الإنكار، والإنكار يتحول إلى الجحود، والجحود يصل بنا إلى حالة الكفر. عندها منطق بالمثل القائل: أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر. إن عدم الإيمان هو من أكبر الخطايا، من أشنعها.
فالمسيح تنبأ على خراب أورشليم. كانت المشكلة الرئيسية عدم الإيمان، خطية الرياء وقساوة القلب. فاحذر تحذير من عدم تصديق وسماع كلمة وصوت الله. أما التحذير الثالث أحبائي هو خطر عدم النضوج. لذلك في عبرانيين 6:1، ونحن تاركون كلام بدأة المسيح لنتقدم إلى الكمال، يعني لنتقدم إلى النضوج الكامل. يعني بهون بكلم المؤمنين خلاص أكل اللبن الحليب تحول إلى أكل اللحم، يعني وشبات دسمة، عشان تتحول لطاقة لقوة تستخدم وتستثمر في لمجد الرب. كانت المشكلة في كورنثوس إنه بولس قال لم أستطع أن أكلمكم كروحيين بل كجسديين. كانت المشكلة رغم كل المواهب الموجودة في الكنيسة عندهم مشكلة الطفولة الروحية، والطفل اللي بيضلوا يعتاش على اللبن على الحليب. فتخيل انت عندك ابن بنت غالي على قلبك، تخيل لو كل حياته بس بيشرب حليب، معناته في مؤشرات انه في غلط في صحة هذا الطفل. والطفولة الروحية هي مؤشرات لعدم النضوج، وعدم النضوج بيخلق المشاكل في كنائسنا. فلذلك أحبائي بيطالبنا أنه نتقدم إلى الكمال. وشو اللي صار مع المؤمنين؟ صار عندهم يعني متباطئي المسامع، يعني حتى بدل ما أنه يسمع ويطيع صار كل شيء يعني بهت، كل شيء خف، كل شيء صار بطيء في حياته. وهذه علامات عدم النمو، بيكون عنده صراع، تناقض، فتور روحي، مش عم بيقدر يقرأ ولا يشهد ولا يصلي، حياته دايما في مخاطر، حياته دايما يعني منكوب عليها، دايما بزل، دايما بيسقط، دايما عايش حياة الهزيمة، عايش حياة إحساس بالخزي بالعار، مش عم بينمو، مش عم بيتقدم روحيا حتى يعبر عن جمال وروعة وكمال هذا المخلص. وأخيرا أحبائي خطر الارتداد في أعمال في عبرانيين 10. هون شوف التحذير، خليني أقراها على مسامعكم. مكتوب في آية 28، من خالف ناموس موسى فعلى شاهدين أو ثلاثة شهود يموت بدون رأفة. فكم عقابا أشر تظنون أنه يحسب مستحقا من داس ابن الله وحسب دم العهد الذي قدس به دنسا وازدرى بروح النعمة. مكتوب مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي. خطر الارتداد، وهذا هو التحذير منشوفها في كل صفحات الرسالة إلى العبرانيين. هل في شيء يستحق أو بيستاهل إنه نعيش في الماضي والناموس والشريعة؟ ده يسوع المسيح أعظم من الأنبياء، أعظم من الذبائح، أعظم من موسى، أعظم من الكهنة، أعظم من العهد، عهد أفضل. وهكذا بيتكلم عن رفعة وسمو وارتقاء يسوع المسيح، تفوقه على كل شيء. ومن بعد ما يسرد كل الأحداث عم بيحذر من خطر الارتداد اللي عواقبها وخيمة جدا. بيتكلم عن بيحذرنا من ازدراء معرفة الحق، تحذير من قيمة تقليل قيمة نعمة الله. بنبتدي نقلل من نعمة الله، بنبتدي نمارس الخطية في حياتنا ومنفكر انه نعمة الله هي يعني خلاص على حساب النعمة. لا، عم بحذر، لأنه الخطية تشوه وتلوث الإنسان وتسقط الإنسان بالكامل. ثم بحذر من الاستعفاء من المتكلم، عم بكلمهم بوعظ، فعم بقول تحملوا شوي كلام الوعظ، مع أنه فيه تحذير فيه إنذار، لكن هذا لخيركم وهذا لمنفعتكم.
تعرفوا الرسول بولس تكلم مع تيموثاوس: اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب، انتهر، وبخ، عز بكل أنات وتعليم، لأنه سيأتي وقت لا يحتملون فيه التعليم الصحيح، بل حسب شهواتهم الخاصة يجمعون لهم معلمين مستحكة مسامعهم، فيصرفون مسامعهم عن الحق وينحرفون إلى الخرافات. أما أنت فصحو في كل شيء، احتمل المشقات، اعمل عمل المبشر، تمم خدمتك. أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آناته غير عالم إن لطف الله إنما يقتادك للتوبة؟ نعمة الرب إنه مازال بسمعنا صوته، عم بسمعنا كلمته، عم بحاول يكلمنا إنه بحبنا وعاوز يتقرب إلنا. هو اقترب إلنا من خلال شخص الرب يسوع المسيح. فاليوم إن سمعتم صوته فلا تقسوا قلوبكم في عبرانيين 2، وبعدين بقول عبرانيين 3، في عبرانيين 2: كيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره؟ دعونا نتقدم إلى الكمال، عبرانيين 6:1. ثم أحبائي دعونا لا نستخف بالنعمة ومعرفة الحق، بل بالعكس إنه هذا يقودنا لروح العرفان والجميل والشكر إنه الله أعطانا اليوم فرصة جديدة، إمكانية جديدة حتى نطلب الرب. شو رأيك اليوم تطلب الرب؟ تقول له: ارحمني أنا الخاطئ، افتح ذهني حتى أستوعب كلامك. وإن كنت تحتاج إلى صلاة اتواصل معنا، ومن فضلك شارك، اعمل شير لهذا الفيديو حتى أكبر عدد ممكن يستفيد من خدمتك اللي بتشاركها مع الآخرين. الرب يباركك.